هي مبنية على تقسيم المدينة إلى مجموعة من القطاعات من أجل ضمان محاربة الجريمة واستتباب الأمن وضمان حماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم في عمق الأحياء الشعبية، سواء في القطاع الشمالي أو القطاع وسط المدينة أو بالقطاع الجنوبي. كما أن هذه الخطة مبنية على تركيز وعلى تواجد مجموعة من الوحدات الأمنية، سواء من الأمن العمومي أو الشرطة القضائية أو باقي الوحدات الأمنية المكلفة بحفظ النظام العام. بالنسبة لمخطط السير فإنه مبني على تواجد مجموعة من العناصر سواء في المدارات المهمة أو عناصر المرور المتحركة في مختلف المحاور الطرقية بالمدينة، سواء في المداخل أو المخارج أو الشوارع الرئيسية للمدينة، من أجل ضمان سيولة المرور. من جهة أخرى فهذه الخطة الأمنية التي يشرف عليها كما أسلفت لكم السيد المراقب العام فهي تأتي تماشيا مع تنزيل الاستراتيجية الأمنية التي يشرف عليها السيد المدير العام للأمن الوطني. وشكرا للجميع، والله ما نسألك التوفيق. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.